السلام على سيدنا شيخ الاسلام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد ها هي الدفعه الثالثه لدور سقوط المضاحي تصل الى القوميه تحيه وتقديرا وعرفانا الى معالي وزير الاوقاف والذي اقول له جزاك الله خيرا وزيري، كم اصبحت من شان الفقير وحفظت لحوم الاضاحي حفظا بفضل من الله المنقطع النظير، ومنعت حقائق العلماء فكرا بفكر مستجد مستدير، فباسم علماء الاوقاف شكرا وفضل الله اعظم من كثير. الدفعه الثالثه من لحوم الاضاحي التابعه لوزاره الاوقاف النهارده 3 طن، الدفعه اللي قبل كده كانت 3 طن، الدفعه الاولى كانت 2 طن، يبقى الجمله كده 8 طن. المستهدف ان شاء الله هو توزيع هذه اللحوم على المناطق الاكثر احتياجا، وندعو الله عز وجل ان يوفقنا جميعا. والشكر موصول لمعالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف على فكرته النبيله وعلى هذا المشروع النبيل، وكل عام انتم بخير. وصلت اليلا السبت 4 طن لمحطه دمياط، ويكون حصيلة الذين وصلوا حتى الآن 8 طن. اليوم السبت 22/8/2020 تم استلام عدد 3 طن الدفعة الخامسة من لحوم سقوط الأضاحي، والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تم وصول صكوك الأضاحي اليوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 الموافق 6 من شهر الله المحرم 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مديرية الأوقاف بورسعيد عدد 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلينا 6 طن من لحوم الأضاحي.